السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. شاهدوا معي ما شاء الله، هذا إنتاج موسم سنة 2022، فراخ كناري جميلة. شاهدوا معي فراخ يعني من أنواع مختلفة، ألوان يعني هناك ذلك الفرخ في باللون الأبيض والبني والأسود، وكذلك فرخ بالأصفر والقليل من الأخضر، والفراخ الباقية هي فراخ بنية مع القليل من الأبيض في الريش والجناحين. فراخ جميلة ما شاء الله، وعلى ما يبدو فإن ذلك يعني الطائر الأصفر هناك هو عبارة عن أنثى، والذي فوق المجتم ذلك الطائر الكناري أو فرخ الكناري البرونزي يبدو ذكر، وكذلك ذلك الكناري الأصفر أمامكم كذلك يبدو ذكر، في حين أن الكناري الذي به الأبيض والأسود يبدو أنثى. فراخ جميلة وبصحة جيدة، وهنا فراخ أخرى يقوم الذكر بإطعامها. شاهدوا معي ما شاء الله، فراخ جميلة لم أقم بعد بعزلها، ربما في الأسبوع المقبل. وكما تشاهدون هناك يعني حاجز ما بين الفراخ القديمة والفراخ الجديدة، لأنني إذا قمت بإزاحته ببساطة سيقومون بالشجار، ولا قدر الله سيقومون بقتل الفراخ الصغيرة الذي توجد على الأيمن. شاهدوا معي، يقوم الذكر بإطعامها، تبلغ من العمر حوالي 15 إلى 18 يوم. فراخ جميلة، وهنا هذه الفراخ التي تبلغ من العمر قرابة يعني الشهرين، شهر وعشرين يوم، شهر وخمسة وعشرين يوم. فراخ جميلة، أقوم بإطعامها يعني بالسميد، وأقوم بتبليله قليلا، وبدأت أقدم لها أيضا قليلا من حبوب البراقة كما تشاهدون في الفيديو، لكي تستأنس عليه وتقوم يعني بتقوية منقارها بأكله. شاهدوا معي ما شاء الله، فراخ جميلة، يعجبني جدا ذلك الطير ما شاء الله الذي فيه الأبيض والأسود في الظهر، وكذلك الأصفر الذي فوق منه الذي هو أمامكم الآن في الصورة كما تشاهدون. فراخ كناري جميلة من نوع البلدي ما شاء الله، مناعتها قوية يعني تتميز بأشياء كثيرة يعني عن الفراخ الكناري الأخرى، يعني من نوع جلوستر أو موزايك أو يعني تيمبرادو، يعني مناعتها قوية، وإن كان عيبها الوحيد أنها يعني ذات 80 بخس، يعني ثمنها في السوق لا يتعدى يعني 6 إلى 7 دولارات. أما إن تركتها أخي المربي تكبر حتى تبلغ 6 أشهر أو 7 أشهر، فإن ثمنها بالطبع سوف يصبح في حدود 9 إلى 10 دولارات. شاهدوا معي ما شاء الله، قولوا ما شاء الله أرجوكم. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو السريع، نتمنى منكم دعمنا بلايك واشتراك في القناة، ومن لديه أي سؤال فليتفضل إلى طرحه في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.